الورد والسلطنة والروقان، وكالعادة احنا بنختم طبعا حلقة نهاية الأسبوع بأغنية من عالم الست أم كلثوم. والنهاردة طبعا زي ما حضراتكم سمعتم معانا، ده مقطع من أغنيتها الشهيرة يا مسهرني. كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي، التلحين للموسيقار البديع سيد مكاوي. الأغنية دي كمان وراها حدوتة كده لطيفة جدا عايزين نحكيها لكم، لأن أم كلثوم فضلت لسنين طويلة جدا تتعامل مع أغلب الملحنين الكبار إلا سيد مكاوي، وده اللي خلى الكاتب الكبير رجاء النقاش وقتها يكتب مقال، وده كان سنة 72. وفي المقالة دي كان بيتساءل وبيقول ليه أم كلثوم عمرها ما غنت لألحان سيد مكاوي. طبعا الست أم كلثوم كانت قد إيه مثقفة وقد إيه مطلعة، قرأت المقالة وما كتبتش خبر، وعلى طول طلبت إن هي تقابل سيد مكاوي. طلبت منه إن هو يلحن لها أغنيتها الجديدة، وفعلا اختار أغنية لشعر الشباب وقتها أحمد رامي ولحنها في وقت قياسي. الأغنية قبل ما تظهر للجمهور أخذت وقت في البروفات حوالي 25 بروفا تم تسجيلها في استوديو 46 بالإذاعة، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم للمرة الأولى في القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة، وظهرت وقتها بفستان شيك قوي. احنا ليه بنتكلم على الفستان؟ هقول لكم واحنا بنتكلم كده مع بعض وبندردش مع بعض في القصة. ظهرت بفستان شيك قوي باللون المفضل ليها وهو البني الفاتح، وقدمت سهرة جميلة جدا كالعادة لكل عشاق الطرب والفن وعشاق غنائها. وبمناسبة الكلام عن الفستان اللي ظهرت بيه في يوم سهرني، فأم كلثوم كانت دايما دايما بتحرص على الظهور بفستان جديد في كل حفلة ليها، وكانت طبعا بتتبع خطوط الموضة العالمية في لبسها، وكانت بتسافر مخصوص علشان تحضر عروض الأزياء وتختار اللي يناسب ذوقها وشخصيتها. شخصية مستقلة وليها رأيها طبعا، وفاهمة ودارسة نفسها كويس. وبعد كده من كتر ما هي قد إيه بتشتغل على نفسها وقد إيه بتهتم بكل تفصيلة في شغلها، حتى مظهرها اللي هي بتشرف عليه بنفسها، تم وضع صورها في كتاب مصور بمطار هيثرو الدولي بلندن علشان يكرموها وسط أبرز أيقونات الموضة في العالم في الوقت ده. إيه رأيكم نشوف مع بعض دلوقتي أبرز الفساتين اللي ظهرت بيها في حفلاتها، ونرجع نبدأ بقى فقراتنا وأخبارنا. جانب كده سريع وبسيط ومقطع سريع جدا عرضنا فيه فساتين أم كلثوم اللي كانت بتتميز بالأناقة، ويمكن وإحنا بنتكلم عن عدد البروفات، عن اختيارها دايما لكل ما هو جديد، عن إن هي بتشجع الشباب وكانت بتتعامل وكان عندها الجرأة إن هي تتعامل مع أصوات، مع ملحنين جداد أو مع شعراء جداد، ما عندها يعني بتسمع المقالة بتقرا المقالة وتقول طب لا، كانت دايما متجددة بتاخد وقتها في البروفات. كنا يمكن ذكرنا قبل كده ان هي كانت بتبقى ايديها متلجة قبل ما تطلع تغني، عشان كده كانت تحب دايما المقدمة الموسيقية تكون طويلة شوية عشان تكون قدرت ان هي تهدى وتتماسك، وده بيعكس قد ايه حرصها على الشغل برغم النجاح الاسطوري. لان ام كلثوم ستظل كوكب الشرق واسمها خلاص مخلد في مجال الفن. بنشوف حتى لبسها بتشرف بنفسها عليه، بتختار ايه اللي يناسبها، ليها شخصية قوية وليها رأيها، ما بتقلدش حد، ما بتبصش حواليها كتير. خلينا نستشف دايما من العظماء الصفات اللي خلتهم او وصلتهم لان هم يكونوا يعني مخلدين في التاريخ في الحقيقه. طيب احنا هنرجع بقى علشان نبدا مع بعض كده جولتنا السريعه جدا في اهم الاخبار. وطبعا زي ما حضراتكم لاحظتم انه كان واضح جدا الحملات اللي كانت ممنهجه في الفتره الاخيره كالعاده لاضعاف الدوله وتشويهها، وطبعا كلها بقت بالفشل، لكن في الوقت نفسه كانت جرس انذار عشان نعرف طريقه تفكير ومخططات الناس اللي عايزه تهدم الدوله. عشان كده مهم ان احنا نتكلم ازاي بيتم التعامل مع الشائعات، وازاي الناس بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالصوره الامثل بدل الانسياق وراء المعلومات المغلوطه. كل ده هنعرفه اكتر من فقرتنا الاولى مع دكتور الاء فوزي، المدرس المساعد بكليه الاعلام جامعه القاهره، وهنستفيد منها في حاجات كتير جدا. والاهم من ده كله كمان نستفيد الاعلام كما يجب ان يكون في الوقت الحالي في مواجهه الشائعات. ناس كتير من الشباب او الجيل الجديد دايما يقول ايه؟
ما بلاش بقى نظرية المؤامرة دي بقى يا جماعة، بقى انتوا عمالين تحطونا تحت ضغط ان في مؤامرات علشان ما نعرفش نفوق، عشان ما نعرفش نتحرك. هي القصة مش كده، هي القصة ان طول عمر الدول بتتآمر على بعضها منذ بدء التاريخ لحد دلوقتي، لحد آخر يوم في الدنيا. المؤامرة موجودة، لكن هي أشكالها بس اللي بتختلف، هي دي الفكرة. احنا قبل كده واحنا صغيرين لما كانت لسه التلفزيون 3 قنوات وهم 3 صحف بس، وما كانتش لسه في السماوات المفتوحة ولا في العولمة ولا في الانترنت، ما كناش حاسين انما الدولة طول الوقت بتتحارب وبتحارب وبترد والمؤسسات شغالة لكن دلوقتي بقى الضغط على المواطن، الضغط بقى على الشعب، بقوا يستخدموا الشعب، علشان كده اتخلقت حاجة اسمها شبكات التواصل الاجتماعي. فالضغوطات موجودة موجودة، المؤامرات هتفضل موجودة لكن بتاخد شكل مختلف، عشان كده الموضوع جديد علينا، عشان كده احنا في 2011 اتفاجئنا بنوع مختلف من المؤامرات، فتخيلنا ان احنا يعني ايه بقى هي المؤامرات ظهرت دلوقتي؟ لا، هي موجودة طول الوقت، هتفضل موجودة. النهاردة العالم كمان بيحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية، اللي للأسف لفترة طويلة جدا الدراما والسينما كانت بتصور المريض النفسي ده على انه مجنون، وبالتالي اي حد عنده مشكله نفسيه كان بيتكسف يروح لدكتور نفساني، ولو راح بيتكسف يحكي ان هو راح لدكتور نفساني، مع ان في الحقيقه كلنا مرضى نفسيين بشكل او باخر، مفيش حد الكمال لله وحده، دايما هيكون عندنا دروبات كده في حياتنا نفسيتنا، احنا بشر وبنتغير وفي حاله تغير طول الوقت، فدي حاجه اساسيه يعني، مش حاجه عيب خالص يعني. دي بتكون فرصة مهمة جدا للتوعية بقضايا الصحة النفسية، عشان كده اتعمل يوم عالمي يا جماعة. ثانية واحدة، ده طبيعي. التعريف بأبرز الأمراض النفسية كمان وخصوصا الأمراض العصر، احنا بنقول ان الاسترس هو مرض العصر، لكن واضح كمان انه في عصر السوشيال ميديا ظهرت أمراض نفسية جديدة بتواجه الناس. أهمية مراجعة الطبيب النفسي في حالة حدوث أي مشكلة، وإن المرض النفسي مش وصمة عار زي ما قلت لكم، لكن هو مرض مهم جدا إن احنا نتعامل معاه بجدية شديدة. هنتكلم عن اليوم العالمي للصحة النفسية والتوعية وتفاصيل أكتر مع ضيفتنا في الفقرة دي، دكتور منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي في مصر، وعايزين نفهم برضو مصطلح العلاجات الجماعية وإيه اللي مقصود بيه. كل ده احنا بنشتغل عليه في ملف بناء الإنسان وبناء الوعي. كلنا زي ما قلت في دروبات عندنا نفسية، أهم حاجة حالتك النفسية دي البداية، وبعد كده أي حاجة تانية تعملها أنت لا هتعرف تبقى منتج في حياتك ولا هتعرف تنجح في حياتك ولا هتعرف تبقى أي حاجة في حياتك إلا لو أنت سعيد وحاسس بالرضا من جواك. خلونا بقى قبل ما نبدأ أخبارنا هنروح دلوقتي علشان نتعرف مع بعض على أبرز منشطات وعناوين الصحف ونرجع مرة تانية.
بحضراتكم من جديد. كل يوم الدولة في الحقيقة بتحقق إنجاز جديد أو بتاخد خطوة لقدام، وده اللي بيحصل النهاردة مع إطلاق دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وهي أول خريطة إلكترونية بيتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار. يعني ببساطة ممكن أي مستثمر محلي أو أجنبي إن هو يتقدم لحجز الأراضي الصناعية ده من خلال البوابة في محاولة لتسهيل الإجراءات وإتاحة فرص أكبر في مجال الاستثمار. فكرة البوابة كمان قايمة على تجميع الأراضي التابعة لأكثر من هيئة في مكان واحد، وهو بنك الأراضي اللي بيجمع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية وأراضي المحافظات وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة. لمزيد بقى من التفاصيل وعايزين نعرف أهمية هذا الموقع، معانا دلوقتي على الهاتف دكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. أهلا يا فندم، طبعا نور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. وببساطة عايزين نوضح للمشاهدين إيه المقصود بالموقع الإلكتروني ده أو البوابة الإلكترونية اللي اتعملت دلوقتي للمستثمرين وتوقيتها ودلالة التوقيت كمان. خليني اقول لحضرتك، دايما موضوع الاراضي الصناعيه كان بيمثل احد المشاكل الرئيسيه فيما يتعلق بالمستثمر الصناعي. النهارده لما يبقى عندي تجميع في مكان واحد والكترونيه في ضوء خطه الدوله واستراتيجيتها نحو التحول الرقمي، دي خطوه مهمه جدا يا فندم في الفتره الحاليه، لان العالم النهارده كله بيتحول ناحيه الديجيتال. فالنهارده لما يبقى عندي معلومات واضحه وصريحه وطريقه تخصيص وطريقه وتحديد النشاط المتعلق بكل ارض متاحه ومدى خلوها من المشاكل وعرضها بطريقه منظمه على موقع الكتروني متاح للجميع، ده يخلي النهارده اي مستثمر بيفكر في مستثمر في قطاع الصناعي او غيره يقدر يخش يعرف ايه الاراضي المتاحه من ناحيه، تمام، قبل ما يتحرك خطوه. زمان كان بيروح يخبط على الهيئات يقول لها والله عندي اراضي متاحه، ايه انا محتاج ارض من مساحه كذا في الحته الفلانيه. فالنهارده لما تبقى المعلومه متاحه النهارده الكترونيكلي موجوده على الموقع، خدت بال حضرتك، هيوفر عليه اول حاجه وقت وجهد قبل ما ياخد القرار ويروح يقابل الجهه المعنيه او يقدم من خلال الموقع الالكتروني على الارض. هيبقى عندي بقى وانا بتكلم على تحديد الارض النهارده كمستثمر دخل وبص على الاراضي والكلام ده كله، لازم يبقى عندي تحديث مستمر لهذه الفرص، لان قد يحصل ان انا ممكن اكون خصصه لحد ولسه موجوده على الويب سايت، تمام، فده لازم اخد بالي من الحاجات دي. اثنين، وانا بحدد الترسيه او التخطيط في الاخر على مين هترس عليه الارض، مين هياخد الارض، انا عندي طرق واضحه وصريحه. خدت بال حضرتك، قد يكون لازم عندي في فرصه عادله، قد يكون في مستثمر برضه بيروح لسه عن طريق الاولد ويز او التراديشنال ويز، الطرق التقليديه يسعى على الارض. فتجميع الطلبات والرد عليها في وقت محدد برضه مهم جدا، هيعظم من الاستفاده واهميه هذا الموقع. هل ده يا دكتور هو نفس فلسفه الشباك الواحد ولا دي حاجه ودي حاجه؟ خلي بص حضرتك، الشباك الواحد بيقدم خدمات الاجراءات الخاصه بتاسيس الشركات وتلخيص والكلام ده مهم من ناحيه، بس انت عشان تاسيس الشركه لازم يبقى عندك مكان، او عايز تبني مصنع يبقى عندك مكان. ايوه. فالنهارده قبل ما احدد خطوه التاسيس النهارده وانا عارف ان في فرص متاحه او انا عندي اوريدي منشاه موجوده بقدر احدد عليها القرار الاستثماري، هل الارض دي متاحه اقدر احصل عليها ولا لا؟ لو ما عندي كلها متاحه يا فندم بتخليني يعني ابقى عندي قرار استثماري واضح في البدايه او مرحله التحضير ليه بقت واضحه قبل ما نروح للمرحله اللي بعدها. ده غير كمان ان طبعا زي ما حضرتك قلت حضرتك لما قلت طبعا العالم كله بيتجه للديجيتال، ده كمان يعني الميزه الاهم فيه اعتقد، وحضرتك ممكن تصحح لي المعلومه دي، انه هيقلل مساحه الفساد، يعني مش هيبقى فيه يعني احتكاك البشري اللي ممكن كنا بنسمع كده طول عمرنا حاجات معينه. يعني حضرتك فتحت الموضوع ده، لان اصلا تكلفه الفساد عالميا بناء على تصريحات من كريستين لاجارد ان تكلف حوالي 1.5 تريليون دولار، ده رقم كبير جدا. حتى بحرك النهارده انا بتكلم النهارده انا عندي اتجاه نحو المكان ده بيقفل حاجه اسمها التعامل المباشر مع الموظف، انا وبيني وبينك شاشه خلاص، مش بيني وبينك تعامل شخصي. حتى بحرك بقيتش اعرف مين اللي ورا الويب سايت ده، مين بيرد عليا، صح، في حد بيرد عليا على معلومه، ايوه، ليس سبجكتيف، موضوعي، صح. حتى بحرك بقاش في مجال للقيل والقال في النص، صح. فكلما كانت هذا الموقع اكثر تحديدا من حيث المعلومات المتاحه على الفرصه الائتمانيه وطريقه تخصيصها ووقت الرد، ده مهم جدا، لان التايم فلوس، الوقت فلوس، خدت بال حضرتك؟ طبعا طبعا لازم النهارده يكون، ولما عرضها على الجميع كده في نوع من الشفافيه على الكل، ان
النهارده مش بخبي عليك الفرصه، الاقي لكل الناس ان في فرصه استثماريه صح. مش هطلعها من الدرج واديها لفلان واسيبها وامنعها عن فلان. صحيح صحيح. اعتبر حضرتك بقت المعلومه متاحه للجميع. النهارده عصر التحول الرقمي والديجيتاليزيشن خلق يعني مجال كبير للتطوير يا فندم. كلنا بقينا كونكتد بالموبايل، كونكتد بكل انواع السوشيال ميديا، بكل الويب سايت. النهارده التايم كونسيومشن يا فندم قل كتير عن زمان. طبعا. فالنهارده انا كنت بضيع وقت ان اروح اكلم فلان واخد مقابله عشان اعرف ايه فرص استثماريه ويبدا يكلمني وكلام ده كله، لكن بتبقى المتاحه يعني المتاح قدام مني اقدر احدد هل بيعمل فيه اراضي ولا لا. صحيح. طريقه تخصيصها متاحه ولا لا. صحيح. طريقه الدفع او طريقه الحصول عليها ازاي؟ طب الوقت اللازم عشان يترد عليا قد ايه؟ طريقه ان انا اقدم ابلكيشن اونلاين عشان احصل على ارضي ازاي؟ فدي كلها حاجات مهمه اعتقد انها خطوه مهمه جدا في تحسين بيئه الاستثمار الصناعي. صحيح. يعني احنا بنتكلم على اطلاق هذا الموقع، هل بالفعل تم تفعيله خلاص وجاهز دلوقتي ولا هيتم تحت انا حسب معلوماتي تحت التجربه والقطع والاطلاق بحد ذاته، ده معناه ان بقول لكم خشوا جربوا عشان انا محتاج يعني في يعني هو دلوقتي في مرحله البث التجريبي او يا فندم يعني واهم حاجه زي ما بيقولوا حضرتك بما انه ده خاص بالاستثمار الصناعي اكيد انا عارف انه مرتبط برضو بخريطه الاستثمار بشكل عام بتاعت وزاره الاستثمار. ده مهم جدا عشان يبقى كل الرسم بين الجهات المعنيه. صحيح. بشايفه الفرصه الاستثماريه ودور كل جهه معنيه في هذه الفرصه الاستثماريه. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مصطفى خبير الاستثمار. يعني بث تجريبي ده اللي خاص بالشغل بتاعنا احنا، لكن نقدر نقول ان هو يعني موقع تجريبي دلوقتي، يعني ممكن الناس تدخل علشان تجرب هذا الموقع، ومهم جدا عشان يبقى دايما في فيدباك يعني عن عمل هذا الموقع. ودايما كل ما بيبقى فيه تقدم تكنولوجي، كل ما بيبقى فيه ديجيتايزنج خلاص والرقمنه، نتجه نحو الرقمنه، فعلا هتقلل من مساحه الفساد وهتوفر الوقت وهتوفر الطاقه والاهدار، وان الموظف اللي مبوز في وشك فتشدوا مع بعض فهتخرجوا بره الموضوع خالص اصلا. يعني انت اصلا داخل تخلص ورقه معينه بخصوص موضوع معين، حصل ان انتوا شديتوا مع بعض فهو خدك في سكه ثانيه والوقت راح واليوم خلص. يعني فلا الموضوع مهم جدا جدا لينا كلنا ولصحتنا النفسيه بمناسبه الصحه النفسيه. طيب احنا لسه بنعيش اجواء انتصارات حرب اكتوبر المجيده، وشهر اكتوبر هو شهر الانتصارات والشهر اللي هيبقى كله كده طاقات ايجابيه. واكتر شيء بيسعدنا ان الاجيال الجديده تبقى عارفه قيمه الابطال اللي قاموا بالحرب والقرارات الحاسمه من 46 سنه، القرارات الحاسمه اللي اتخذها الرئيس الراحل البطل محمد انور السادات، وده اللي ظهر في اهتمام الطالب محمود الشاذلي، شاب زي الورد. عمل ايه؟ عمل تصميم لتمثال جميل جدا للرئيس الراحل انور السادات، وسافر من اسيوط لاسكندريه علشان يهديه لمتحف السادات بمكتبه الاسكندريه. ما تيجوا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن التمثال الجميل اللي احنا شفناه مع بعض من محمود. واهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك استاذه. اهلا بيك. طبعا يعني احنا بنشكرك على المجهود وعلى التمثال، بس كلمنا عن الفكره، جات لك ازاي وامتى واخدت منك وقت قد ايه في التنفيذ؟ لا حضرتك، الفكره جت من بدري، يعني انا كنت في اعدادي فنون، وحاولت اعمل تمثال للزعيم الراحل محمد انور السادات، بس كان طبعا خبراتي لسه ما تجيبش ان انا اعمل بورتريه. اتعلمت التشريح وتشريح الجمجمه، درسته كويس بحيث اعرف عن حاله الوش في كل حاجه ليها مكانها، يعني اللي مكانه في نسب معينه للوش. فبعد كده بدات اصمم مثال الزعيم الراحل محمد انور السادات من خامه الطين الاسوانلي. من معلش عايزه من خامه الطين الاسوانلي. ايوه. اخد من بدات ده امتى؟ من قد ايه؟ من وقت؟ انا الكلام ده عملته من شهر 4 اللي فات. من شهر 4 اللي فات. بس ايه اللي خلاك، ايه اللي خلى يعني اختيارك يقع على الراحل انور السادات تحديدا؟ يعني هو انا بحب الرئيس محمد انور السادات الله يرحمه. الله يرحمه. شخصيه كده يعني فيها كيان معين. طبعا انجازات رجل عظيم، يعني بطل الحرب والسلام. انت بدات فيه يعني من شهر 4 اللي فات. ليه فكرت بقى ان انت تهديه للمتحف في مكتبه اسكندريه؟ لا يعني انا دورت كده، يعني فكرت في مكان في دماغي ينفع يتحط فيه التمثال،
بس فلقيت ان في متحف الزعيم محمد انور السادات في مكتبه الاسكندريه، فكان في تقرير، في التقرير الصحفي كتبت عملت اهداء يعني للمتحف. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وبنحييك على هذا العمل الرائع. خلونا كمان نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ عمر مصطفى رئيس وحده متحف السادات في مكتبه الاسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا استاذه مها، واهلا بالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر انتصارات اكتوبر. خلينا نقول مبروك عليكم التمثال الجميل ده، هديه جميله، والتمثال احنا شايفين صورته حقيقي جميل ومعمول باتقان شديد، وفي فن وفي يعني تمكن. الموضوع جه ازاي؟ يعني ازاي تم يعني ازاي وصل لكم الفنان محمود الشاذلي، وازاي تم التواصل؟ ويعني انا عايز اعرف الواقعه نفسها او الحدوته ورا الموضوع. اولا الله يبارك فيكي، فعلا التمثال من أحلى الهدايا اللي جت لمتحف السادات خلال السنين الماضية. متحف السادات في مكتبة اسكندرية ابتدى في فبراير 2009، احنا السنة دي فبراير 2019 احتفلنا بمرور 10 سنوات على إنشاؤه. أما فيما يخص موضوع التمثال، فمحمود الشاذلي أو محمود أحمد كان الفنان، يعني انا بسميه الفنان طبعًا. هو لسه طالب بس انا بسميه الفنان الحقيقه طبعا. الحقيقه هو كان في شهر 4 اللي فات كان نزل نموذج مبدئي، او اتعمل معاه لقاء صحفي عن نموذج مبدئي لتمثال الرئيس السادات، تمثال رائع كان في بدايته بالطين الاسواني. كان منزله في المصري اليوم واليوم السابع، نزل معاه يعني كذا خبر وكذا تقرير صحفي، وقال ان هو نفسه ان هذا التمثال يهدى الى متحف السادات في مكتبه الاسكندريه. الحقيقه انا شفت الخبر وشفت الصوره زي كل الناس، لكن ما تعاملتش معاه زي كل الناس. الحقيقه انا دورت على محمود عشان اقدر ان انا اوصل له. الحقيقه ان شبكات التواصل الاجتماعي النهارده بتلعب دور كبير جدا ان هي بتوصلنا ببعض، حتى لو احنا اشخاص موجودين في قارات تانية فالفيسبوك بيكون فرصة كويسة ان احنا نتواصل مع بعض. دي اكيد من الايجابيات طبعا. يعني حضرتك رحت تدور عليه، خلاص قريت عنه فرحت تدور عليه على الفيسبوك. بالظبط، دورت عليه على الفيسبوك لغاية ما لقيته وعرفته بنفسي. ويعني قال لي انا لسه، انا كنت طبعا يعني انا ماليش خبره قوي او درايه فنيه بالاعمال الفنيه، قال لي لا التمثال لسه في مراحله الاولى، في مرحله يعني شغال بالطين لكن هو لم ينتهي للنهايه. طيب ايه الدنيا بالنسبه لك؟ قال لي طب يعني سيبني شويه على اساس ان انا اخلصه. وبعدين بعد كده كان في شويه مشاكل تتعلق بتمويل التمثال، ونظرا لان احنا في محافظات مختلفه وبعاد عن بعض، ف يعني كان من الافضل ان يكون في راعي للتمثال من المحافظه اللي هو موجود فيها. ربنا كرمه الحقيقه، يعني ما حدش تدخل في هذا الامر، ربنا كرمه ان في شركه في اسيوط، شركه مشهوره جدا، قررت ان هي تدعم محمود في عمله في التمثال عشان يطلع بالشكل اللائق. وبالفعل الشركه دي ابدت استجابتها بناء عن طلب من حضرتك، ولا سمعت عن الموضوع ازاي؟ لا الحقيقه هو كان بيدور على، يعني كان بيتكلم مع حد وكان يعني محتاج ان حد يبقى سبونسر للموضوع او راعي للموضوع. بالظبط. يعني انا ممكن اقول اسم الشركه، هي شركه حكومه مش شركه خاصه. لا يبقى اقول طبعا أسيوط. هي شركه اسمنت اسيوط في محافظه اسيوط، وقررت ان هي بنوجه لها التحيه مبدئيا. طبعا بنوجه لها التحيه، ويا ريت كل الشركات يعني تاخد نفس النهج ان هي تدعم الشباب اللي عنده افكار مبدعه ان هي توصله للستيب اللي بعد كده. وده اللي حصل من الشركه مع محمود، ان هي دعمته. الحقيقه لو كان في حد من طرفهم كان هيتكلم برضو باستفاضه اكتر عن دورهم، لكن انا برضو احب اوجه لهم التحيه. وانتهى محمود من التمثال في شهر تقريبا اغسطس، وتواصل معايا انه تم. الحقيقه انا كنت معاه في كل مرحله بيعملها، وكنت متابع معاه، وكان شرف ليا الحقيقه. انا مش عايز اقول، مش عايز ادعي حاجه، لكن ده كان شرف ليا انا ان انا بكلمه وبتواصل. يعني التمثال معاه دلوقتي خلاص في العرض العام للجمهور؟ التمثال، لا احنا التمثال دلوقتي داخل المكتبه.
هو دلوقتي هياخد دوره في العرض في داخل متحف السادات، ويقدر الناس ان هم يطلعوا عليه خلال الفترة اللي جاية داخل متحف السادات. لكن زي ما حضرتك، الفترة اللي جاية دي اللي هو في خلال قد ايه؟ ممكن في خلال الاسبوع الجاي. طب هايل، ده قريب جدا يعني، يعني خلاص التمثال يعتبر جاهز للعرض تماما. يعني تماما احنا بس يعني ان شاء الله نجهز له مكان كويس كده ويعرض فيه التمثال. فطبعا كانت زيارته لينا محمود، كانت زيارته لينا يوم 8 اكتوبر اللي هو يوم الثلاث اللي فات، وطبعا رحله شاقه جدا، 8 ساعات من اسيوط و8 ساعات تاني راجع، وجي وسلم التمثال للمتحف وتصورنا معاه، وكنا سعداء بيه جدا، لان العمل بصراحه يعني كل اللي شافه اجمع انه يعني تقريبا نسخه طبق الاصل من صوره الرئيس الراحل انور السادات. اللي انا عايز اقوله بإتقان، اتفضل. اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا نتعلمها من القصه دي، انه يا جماعه في حاجات كتير حلوه قوي في حياتنا ممكن ان احنا نعملها. صحيح. وممكن ان احنا نلتفت اليها. صحيح. حبنا لحاجه، الحب ده ممكن يوصلنا لحاجه تانية، ان احنا نعمل حاجه او نشتغل على حاجه او صح. نشتغل على مشروع ما. صح. او نشتغل على فكره ما ونطلعها، ما نقولش لا الطريق طويل، ما نقولش لا المكان. صح. بعيد، ما نقولش لا احنا. صح. مش قادرين، الموضوع صعب، احنا بس ننوي نيه كده خير ونشتغل بجد وهنلاقي، بس ناخد خطوه. محمود خد خطوه، طبعا خد خطوه ووصل، يعني خد خطوه ودور. صحيح. وبعد كده في حد جه ساعده، وبعد كده في لغايه ما وصل للي هو الهدف اللي هو كان نفسه فيه. يعني محمود انا بقول ده نموذج لحاجه يعني كفاح في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. مش بجيب لك قصه من زمان بعيد، لا ده حاجه لسه اهو. صحيح. يعني لسه من 3-4 شهور كان حلم وبعد كده تحول لحقيقه. فلا احنا ممكن نعمل كتير قوي، ممكن نعمل كتير قوي، بس احنا ناخد ستيب ونوري الناس ان احنا نقدر نعمل حاجه، ونعلم الناس ازاي او الشباب ازاي ان هو يقدر يجيب راعي، ازاي ان هو يقدر يجيب حد يرعاه، ازاي ان ممكن الناس يقتنعوا بفكرته لو كانت ذات جدوى او فيها جديه. صحيح. او فيها تعب او فيها مجهود. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمر مصطفى، رئيس وحده متحف السادات في مكتبه الاسكندريه، وبنحييك على اهتمامك. كان ممكن يكون استاذ عمر ده موظف متكاسل، واحد كده بيجي يمضي حضور وانصراف، ارى الخبر عدى عليه مرور الكرام ما اهتمش، لكن هذا الرجل رجل يقظ، رجل عنده ضمير، عنده مهنيه، عنده اهتمام بشغله، اهتمام بمكانته، راح بنفسه، ما استناش حد، ما استناش اجراءات اي روتينيه او اي حد يكلم له صاحب التمثال، اتحرك بنفسه على الفيسبوك ودور عليه. فطبعا بنحييه، لان في حاجات كده اتحركت ساعدت العمل الفني ده ان هو يكتمل. لما نوجه التحيه لشركه زي اسمنت اسيوط، شركه عريقه زي اسمنت اسيوط، ان هي تحمست للفكره وساعدت الشبكه، ممكن ما تهتمش برضو، لكن لا ساعدته وعملت سبونسرنج للفكره، فطبعا بنحييهم. بنحيي طبعا البطل والفنان محمود الشاذلي، اللي يعني ما كانش قدامه اي تسهيلات لاي حاجه، يعني ما حدش مثلا قال له يلا احنا جاهزين نبتدي، ما حدش وكله المهمه دي، لا هو بيعمل مشروع التخرج بتاعه، وفي نفس الوقت كان عنده طموح ان هو نفسه يكمل التمثال، كان عنده حلم ان التمثال ده يشوف النور وحققه. احنا في صباح الورد عكس اي حاجة تانية سوداوية كانت دايما تقول لك عزوف الشباب، اصل الشباب مش طايق، اصل الشباب ما بيروحش يحضر. تبص تلاقينا احنا دايما ومن على الارض، احنا ما بنقلفش ولا فوتوشوب ولا حاجة، بنجيب الشباب اللي زي الورد، لان دي مش حقيقة. مصر شابة، واغلبية الشباب بتحب بلدها، بتحب جيشها، بتحب وطنها، ايجابية، عندهم ابداع، بيدوروا على فرص. لكن في طبعا وسائل اعلام اياها لما بتحب تألف وتفبرك وتبص على حاجات بقى، ما هو في كده وفي كده، يعني في الناس السوداوية، لكن الأغلبية على فكرة ناس إيجابية مش العكس، وهي دي دايما زاويتنا، وهو ده دايما اتجاهنا في صباح الورد. ننتقل بقى لخبر آخر عن الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وحاجة تانية إيجابية ومفرحة جدا في مصر، بتعمل حاجة مهمة جدا بقالها فترة طويلة، وهو عرض تاريخ الأماكن الأثرية في مصر على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ده بالتأكيد بيساعد على أن كل مواطن يعرف أثار بلده أكتر، وفي نفس الوقت بيكون أفضل دعاية للأثار. ومؤخرا روجت لمنطقة دهشور بالجيزة، بالتحديد هرم سنفرو المائل، من خلال تغريدات على تويتر زي ما حضراتكم شايفين.
اتقال فيها تعتقده مائلا لكنه صامد. هرم سنفرو المائل موجود بدهشور، وهو احد الاهرام الثلاثه اللي بناها سنفرو. هرم سنفرو الجنوبي المعروف بالهرم المائل تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي بعد الانتهاء من اعمال الترميم اللي كانت شملت جهاته الثلاثه واعاده الاحجار اللي مع الوقت تساقطت من اماكنها، بجانب كمان ترميمات داخل الهرم. تعالوا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن أهمية الترويج للأماكن السياحية بطرق مختلفة من ضيفنا اللي على الهاتف دكتور عبد الرحيم ريحان خبير الآثار. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا يا فندم. وإحنا بنتكلم عن يعني موقع زي ده، أو بنتكلم عن إنه في عرض تاريخي أو للآثار التاريخية على شبكات التواصل الاجتماعي، هل ده هيكون متاح لإنه آثار مصر يشوفها العالم كله؟ احنا في البداية هنتكلم عن الدور العظيم اللي بتقوم به هيئة تنشيط السياحة وتأثيره، وبعد كده هنتكلم عن المأمول للسياحة في مصر فعلا للوصول بها لمعدلات تتناسب مع قيمتها ومفرداتها وتنوعها السياحي المختلف. الفترة الأخيرة اعتمدت هيئة تنشيط السياحة على عدة أشياء، منها الأسواق الخارجية، منها الشراكات الأجنبية، منها قوافل سياحية، لدرجة أن الشغل اللي عملته سمع في كل أنحاء العالم. أوغندا أخيرا بدأت تعمل اتصالات بوزارة السياحة عشان تستفيد من التنشيط اللي بتعمله الوزارة والخبرات المصرية. عملت مجموعة من الأشياء نلقي الضوء عليها سريعا، عملت أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية بالتعاون مع قنوات إيطالية، عملت الجزء الأول منه، وصلت المشاهدات في إيطاليا لأكثر من 2 مليون مشاهد للأفلام دي. طب هايل. بدأت بعد كده تستغل السوشيال ميديا فعلا، إنها تبدأ تحط الداتا، تحط المعلومة الموثقة عن الحضارة المصرية بصفة عامة. بدأت المعلومات دي تسمع بره، لدرجة إن في بعض المرشدين بيستخدموا السوشيال ميديا فعلا لترويج شغل خاص بيهم، بيجيهم شغل وترويج شغل مصر عامة. إذن السوشيال ميديا بدأت تسمع بره لما بنيجي نعرض الصورة والمعلومة الصحيحة عن الآثار المصرية والحضارة المصرية بصفة عامة. عملت وزارة السياحة شراكات، استدعت وفد يمكن في اكتوبر الماضي من اتحاد الشركات البلجيكية، وبدأوا يزوروا الاماكن الجميلة عندنا في الاقصر واسوان، وبعدها جاء ملك وملكة بلجيكا وقضوا الكريسماس في مصر. صح. بدأت دلوقتي بالتعاون بين وزارة السياحة اخيرا عندنا حتى في سيناء وهيئة الاستعلامات، صوروا فيلم جميل في منطقة سرابيط الخادم، أهم المعابد المصرية في سيناء، عن أصل الكتابة، إن الكتابة في العالم كله نشأت في مصر، واللي صوره التلفزيون الإنجليزي واللي كان بيعمل المادة العلمية بروفيسور كبير في جامعة السربون اسمه بيير تاليه، وليه اكتشافات عظيمة في المنطقة زي اكتشاف مركب خوفو اللي أكد بلا منافسة أن المصريين هم بناة الأهرام ودول عمال الهرم ودي الأشياء الخاصة. دكتور عبد الرحيم، في معلومة بس ليا أنا عايزة أستفيد من حضرتك، يعني فيما يخص الكتابة وإن إحنا المصريين اللي بدأنا الكتابة، أيهما الأقدم، الحضارة الهندية اللي هي السانسكريتية ولا الحضارة الفرعونية؟ لأنه هي الحضارة المصرية القديمة لأنه الهند برضو بكتابتها واللغة الهندية القديمة أعتقد قديمة قوي برضو، بس أنا مش عارفة طبعا هل كانوا في نفس التوقيت ولا كان في ده معلومة عامة يعني ليا. لا لحضرتك، أقدم حضارة وأقدم كتابة في العالم اللي هي الكتابة اللي بنسميها البروتوسيناتيك، اللي هي الكتابات السينائية اللي موجودة في منطقة سرابيط الخادم، وهي الكتابة دي بعد كده حضرتك اللي انتقلت إلى فلسطين، ومنها اللي هي الكتابة الكنعانية، ومنها أخذت الأبجدية الفينيقية اللي أخذت منها كل أبجديات العالم فيما بعد. إذن أصل الكتابة وأصل الحضارة وأقدم حضارة على وجه الأرض هي الحضارة المصرية القديمة، ومش 7000 سنة زي ما بنقوله، لا ده أقدم من كده بمراحل، لا أكتر بكتير، حوالي 15000 أو أكتر، لا أكتر وأكتر من عفيف فخار عمره 10000 سنة، وفيها حاجات أقدم من كده بتؤكد أن الحضارة المصرية فعلا. طب عايزين نبتدي بقى نغير يا دكتور مصطلح 7000 سنة ده، يعني أو نوضح أنه هل المقصود ب 7000 سنة أنه لما قامت حضارة بالفعل قامت من 7000 سنة، ولكن قبل ذلك كانت يعني المصري القديم كان موجود، يعني ليه احنا واقفين على رقم 7000 مع ان احنا المفروض اقدم من كده؟
برافو عليك. احنا عايزين نغير حاجتين، نغير الفترة لما نقول عمر الحضارة قد ايه، ونغير الكم. يعني دايما لما نيجي نتكلم عن ان مصر فيها مش عارف كم من، لا مش تلت او تلتين او نص او الكلام ده كله، مصر بتتميز اكتر من كم الاثار بالتفرد والتميز اللي هي بنسميها الحضاره الاستثنائيه. لما اجي اقول اثر في مصر، لما اجي بقول الهرم، اذا ده تفرد عبقري معماري انساني لا وجود له. فلما اقول الهرم بقول مصر، لما بقول سانت كاترين وعندنا احتفاليه كبيره، العالم كله دلوقتي يتجه الى منطقه سانت كاترين للاحتفال بهنا نصلي معا كملتقى للاديان. لما اجي اتكلم عن دير سانت كاترين والتقاء المكان اللي فيه الشجره المقدسه وجبل نبي الله موسى والدير اللي بني من القرن السادس الميلادي وبعد كده الجامع الفاطمي اللي موجود داخل الدير، لما اجي اتكلم عن الجزئيه دي اذا هذا تفرد استثنائي موجود في مصر. فاحنا يعني انا بشكرك طبعا يا دكتور، الرساله وصلت. ويعني بقى انا عايزه برضو اقول الهيئه العامه لتنشيط السياحه يعني مجهود مشكور، عايزين نزود اكتر واكتر، لان للاسف لازال بعض الشباب في الدول الاوروبيه تاني بيتكلموا نفس التعليقات القديمه، اللي هو انتوا عندكم الجمل والخيمه، يعني متخيلين برضو ان احنا ايه شعوب بدائيه، وانا مش فاهمه يعني هم ازاي لحد دلوقتي برغم ان في سوشيال ميديا وبرغم ان احنا كلنا قريه صغيره وبرغم ان في يوتيوب وفي فيديوز وفي لسه، يعني هل ده بقى جهل من الشعب؟ اكيد بيتهيألي جهل من الشعب نفسه، المفروض كده المعلومه تكون وصلت بيتهيألي وبوضوح شديد يعني. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي يعني ابرز الفعاليات والاحداث اللي هتحصل في مصر النهارده ونرجع نكمل اخبار. طيب احنا امبارح طبعا تمت قرعه مجموعات دوري ابطال افريقيا لموسم 2019 و2020 عشان تبدا المنافسه الحقيقيه في البطوله القاريه اللي بيطمح فيها فريق الاهلي وفريق الزمالك للحصول على الكاس. تعالوا بقى نشوف المجموعات الاربعه ونكمل كلامنا. بعد ما شفنا الانفوجراف مع بعض دلوقتي لنتيجة القرعة وترتيب المجموعات وهنتكلم كمان عن مباراة الأهلي والزمالك، خلونا الأول نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ أحمد جلال الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. صباح الخير يا استاذ سماء وصباح الخير على كل المشاهدين. واحنا لسه كنا بنشوف مع بعض الانفوجراف بتاع يعني نهايه القرعه لتوزيع الفرق، يعني المجموعات دي بعد ما القرعه خرجت بالشكل ده توقعاتك ليها ايه او رايك ايه في التركيبه دي؟ والله الحقيقه ان دوري الابطال السنه دي يعني من اقوى النسخ منذ انطلقت
الطريقه الجديده لدوري ابطال افريقيا، فالبطوله صعبه جدا على الجميع يعني، مش بصرف النظر عن المجموعات، فيها انديه قويه جدا. مجموعه الاهلي زي ما حضرتك عرضتي، النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم انديه قويه، مجموعه الزمالك المحتمله ان شاء الله، مازيمبي وزيسكو يونايتد برضو مجموعه قويه معاهم اول اغسطس الانجولي. يهمني جدا بس اقول للناس ان اول مباراه للاهلي هتكون مع النجم الساحلي في سوسه، والموضوع هنا مش هيبقى سهل، لان الاهلي عمره ما كسب النجم الساحلي في سوسه. افضل نتيجه حققها حتى في الجيل الذهبي مع جوزيه كانت التعادل، فده تحدي كبير جدا قدام النادي الاهلي. والمباراه الاخيره للنادي الاهلي برضو قدام الهلال السوداني في الخرطوم، والهلال السوداني في ملعبه يعني كان في الفتره السابقه يمكن تتراجع شويه، لكن برضو فريق صعب الملغص في ملعبه، وقدر يكسب الاهلي قبل كده في عز مجد جوزيه 3-0، ودي كانت نتيجه ثقيله جدا في الوقت ده. الناحيه الثانيه الزمالك، مجموعه الزمالك المحتمله ان شاء الله برضو اول مباراه برضو صعبه جدا، بتلعب مازيمبي الكونغولي، والفريق ده يعني تقريبا ما بيخسرش في ملعبه خالص، وكل نتائج الانديه المصريه معاه يا اما تعادل يعني بافضل الظروف، لكن في الاغلب بنتعرض للخسائر. فانا اتمنى ان الزمالك يعمل نتيجه كويسه لو ان شاء الله عدى، يعني في تحدي بيواجه الاهلي والزمالك مع المجموعه المحطوطين معاهم في القرعه، وبرده المباراه الاخيره للزمالك مع اول اغسطس في انجولا. اذا مباراتي الاهلي والزمالك، انا ليه قلت البدايه والنهايه؟ ان هم بيرسم الطريق الصحيح. يعني انت اول خطوه بتديكي اما دفعه او تعمل لك مشكله، والخطوه النهائيه بتحسم لك الى حد كبير مصيرك. فالماتشين هيبقوا في منتهى الصعوبه على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك. يمكن الزمالك عنده مباراه مع جنراسيون، وان شاء الله الزمالك يعبر هذه المباراه بعد الازمه الشهيره اللي كلنا عشنا تفاصيلها الدراميه. لكن الخسر، ونتمنى يكون كوتش نادي الزمالك ويكون جنراسيون هيلاعب فريق اسمه ازاي البنيني، ده في ملحق دور الكونفدراليه. في الناحيه الثانيه برضو احنا عندنا ممثلين في الكونفدراليه، ما عندنا المصري، ومعتقد ان مشواره هيبقى افضل واسهل نسبيا، هيلاعب فريق اسمه كوت دي اور ده من سيشيل وبيراميدز، وهيلاعب فريق اسمه يانج افريكانز اللي هو طبعا يعني اسم كبير قوي في تنزانيا، لكنه برضو يعني في المتناول. بيراميدز قدر يكسب شبيبه القبائل الجزائري في ملعبه، ده نتيجه مش قليله. فبرضه ماتشين هيكونوا افضل نسبيا عن الاهلي والزمالك، اول مباراه للبيراميدز والمصري هيكونوا في مصر، الذهاب هيكون خارج مصر والاياب هيكون داخل مصر، فبالتالي مصيرهم ان شاء الله هيكون في ايديهم، ويقدروا يتاهلوا لدور المجموعات في الكونفدراليه اللي هيتم بعد كده باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد جلال الناقد الرياضي، وننتقل لخبرنا الاخير. وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم بتستمر مؤسسه صناع الخير في توجيه قوافلها الطبيه لفحص طلاب المدارس في القرى الاكثر احتياجات للكشف عن الانيميا والسكري والعيون، ودي طبعا تحت مبادره اولادنا في عينينا. تعالوا نعرف اكثر في تقريرنا اللي جاي، وبعد كده نرجع لحضراتكم مع فقرتنا الاولى. زياد طفل مجتهد لم يتعدى الاثنى عشر عاما، خضع اليوم لكشف طبي في تخصصات الأنيميا والسكري والعيون زي باقي طلاب مدرسة قوطة الجديدة بمحافظة الفيوم اللي زارتها مبادرة أولادنا في عينينا، واللي بتنظمها صناع الخير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص طلاب المدارس في القرى الأكثر احتياجا. القافلة دي بالنسبة لنا احنا كويسة، عشان جاي تكشف على تلاميذ المدرسة بالنسبة للعيون والأنيميا، لذلك عشان ما ينتشرش الأمراض في بيت تلاميذ المدرسة. في تلاميذ عندها نظرها ضعيف شوية عشان كده ما بيشوفوش السبورة، لذلك الحملة دي جت إن احنا تلاميذ بعيد عن المستشفى شوي، لذلك الحملة دي جت كويسة بالنسبة لنا. خلال المبادرة بيخضع التلاميذ لفحوصات طبية دقيقة لاكتشاف الأمراض، وتبدأ بعدها مرحلة العلاج، مما يساهم بصورة كبيرة في تنمية النشأ صحيا. النهاردة في مدرسة ابتدائي القوطة في تبع مركز يوسف الصديق، الطفل أول ما بيجي بنعمل له أوتوريف مقاس كمبيوتر، تمام، وبنقيس له فيجن نظر، وبيدخل هنا بنعمل له فحص. الطفل اللي محتاج علاج وعنده أي شكوى تانية بنصرف له علاجه، اللي محتاج اي نظاره او كده برضو بنعمل له نظارته. الحمله اللي بنعملها عن تحليل السكر وتحليل الانيميا، تمام، دول يعتبروا من تحليل الدم المهمه بالنسبه لاي شخص، لان تحليل السكر لما بيكتشف مرض السكر في وقت مبكر بيبقى احسن ان انت تسيطر عليه، لكن لو اكتشف في وقت متاخر وزاد هيؤدي ان انت ممكن تاخد ادويه
زي انسولين مثلا، فاحنا لو اكتشفناه في سن صغير ممكن نعالجه بادويه ثانيه بديله للانسولين واسهل واوفر بالنسبه للناس. المبادره بتاعتنا بنشتغل بنكشف على طلاب المدارس انيميا، عن الانيميا والسكر وعيون. كشف الانيميا معانا دكاتره استشاريين مستشفى بريش للاطفال، بنخش الفصول بنسحب الطفل بيسحب له عينه، المعمل بيسحب له عينه، والطفل بياخد العينه ويروح للدكتور، لدكتور مستشفى بريش ده بيبص على العينه، العينه تمام مفيش حاجه، خلاص لو في حاجه بيسحب له بقى، بيطلب يسحب له العينه كامله، لو محتاج علاج بيصرف له علاج، علاج معانا دواء شراب وكبسول، ده بالنسبه للانيميا والسكر. العيون معانا مستشفى عيون من اكبر المستشفيات في مصر. اول مرحله معانا تبقى كشف هي في الاوتوريف مقاس النظر، بينزل الطالب يقيس نظر، بعد كده بيخش على الدكتور، الدكتور بيبص عليه، لو محتاج قطره معانا علاج بيصرف في نفس الوقت، محتاج نظاره بياخد مقاس وبنسلمها في خلال بعد القافله باسبوع بنسلم النظاره. الطلاب والمدرسين اشادوا بالمبادره والخدمات الطبيه اللي بيتم تقديمها ليهم. يعني دي حاجه مهمه جدا، الكشف المبكر عن بعض الامراض اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه برضه، لان احنا في منطقه برضه بعيده وفي مكان بعيد، فبرضه احنا بنشكر الجمعيه او القائم على هذا العمل في كشف ومساوك على اولادنا وعلى تلاميذنا لمساعدتهم للوصول للامراض اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه او اللي مش معروفه لدينا برضه. رأيي حلو ان القافله حلوه، وهم يشوفوا السكر اللي عندهم انيميا وحلو، وفي عيال ما بتقدرش تشوف اللي على السبوره وعينهم نظرهم ضعيف. هي قافله طبيه حلوه ان احنا يعني نكشف على عيوننا ونطمن بدل ما يبقى عندنا فيروس يكبر معانا وما نعرفش نخش. اولادنا في عينينا مبادره شبابيه طموحه ضمن مبادرات صناع الخير الانسانيه، تهدف الى ان يتمتع التلميذ بصحه وعافيه عشان يقدر التلميذ يحصل مواده الدراسيه بشكل جيد. ويمكن على مدار الفترة اللي فاتت احنا شفنا قد ايه بلدنا بتتعرض لمجموعة كبيرة من المؤامرات والشائعات، وكان هدفها طبعا هو دايما هدم حماس الشباب وعزيمته. احنا بنقول ان مصر شابة، الشائعات دي بتنال من الجميع، الصغار والكبار، الستات كمان اللي قاعدة في بيوتها، لان الستات دي هي اللي بتربي النشأ، هي اللي بتربي الشباب، فلازم تكون مثقفة، لازم تكون واعية. وكمان الشباب اللي بيقعد على السوشيال ميديا، مين ما بيتابعش السوشيال ميديا بالساعات يوميا، وطبعا بيحصل له برمجة لغوية عصبية وبيستقبل حاجات كتير مغلوطة. عشان كده احنا في الفقرة دي هنقدم روشتة كده بسيطة للجميع، ازاي يتفادوا الشائعات. احنا ما بنقولش ان احنا نعزل نفسنا، ما بنقولش ان السوشيال ميديا دي حاجة وحشة او حاجة حلوة، هي على حسب انت هتتعامل معاها ازاي، ازاي تقدر تفند الاخبار دي شائعة ولا حقيقية. طب قبل ما تعمل شير، عشان دي مسؤولية، قبل ما تكتب بوست دي مسؤولية، الكلمة امانة، الكلمة دي انت مش متخيل كم واحد ممكن يتأثر بيها، وده ممكن في الاخر، ده مش ممكن، ده اكيد بيهدد الامن القومي للبلاد. فعشان كده احنا طبعا منورنا في الاستوديو دكتور الاء فوزي، المدرس المساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة. اهلا بيكي، صباح الورد يا دكتور. صباح الورد، ازيك يا استاذه مها؟ اهلا بيكي، وانا سعيده جدا بوجود حضرتك، ومتاكده ان احنا هنستفيد بخبرتك كتير وبعلمك كتير. نتكلم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اول ما بدات تقريبا من 2008 2009 في مصر، والفيسبوك الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه فيسبوك، واحط صورتي ولا ما احطش، وفريند ريكوست اقبل اي حد، يعني احنا كنا لسه في طور ان احنا مبتدئين مش فاهمين. تقييمك ايه لتجربتنا كشعب مصري او شعوب عربية مع السوشيال ميديا من 2011 ووصلنا دلوقتي ل 2019؟ طبعا موضوع السوشيال ميديا انا دايما بحب زي ما انت بتقولي كده، هو سلاح ذو حدين، حاجه ايجابيه وحاجه فيها سلبيات طبعا، فاحنا عايزين نشوف الحاجتين ونشوف فعلا احنا استفدنا بيهم ازاي. بس تعالي كده نشوف الاول نسبه استخدامنا احنا للسوشيال ميديا مقارنه بالشعوب الثانيه قد ايه. هنلاقي انه اي استطلاعات راي كتير، ابحاث كتير بتقول ان احنا كعرب عموما
بنستخدم السوشيال ميديا يعني اضعاف مضاعفه نسبه الوقت اللي احنا بنقعدها مقارنه بالشعوب التاليه كلها، اللي هي الشعوب الغربيه او الدول المتقدمه زي ما بيطلق عليها. دي حقيقه. فرق عدد ساعات الاستخدام كبير جدا، مع ان هم الاوريدي اخترعوا السوشيال ميديا يعني اذا جاز التعبير. صحيح. طب نشوف مصر بقى. مصر المرتبه الاولى عربيا في السوشيال ميديا. من ضمن كل اربعه في العالم العربي بيستخدموا سوشيال ميديا في واحد مصري. فاحنا لينا وجود كبير جدا. دي ممكن تبقى قوه ايجابيه نتكلم بعد كده طب نستفيد منها ازاي طالما احنا طبعا قوتنا العدديه كبيره، فده دايما بيخلينا في نسب عدد المستخدمين كبار كتير. بس لو بصينا بقى على جوانب سلبيه، يعني هقول لك دراسه لسه قاريه عنها حديثا، يعني عاملاها مؤسسه ابحاث عالميه على 25 دوله وعملتها على حوالي 125,000 مستخدم. لقوا ان المصريين اكتر ناس في العالم، شوفي على مستوى العالم، بيتعرضوا للشائعات في الفتره دي. 78% من المصريين بيتعرضوا للشائعات. المصدر الاول للشائعات بنسبه 81% الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. فده يخلينا نشوف قد ايه احنا واحنا قاعدين طول الوقت على السوشيال ميديا بنشوف اخبار مضلله او فيك نيوز زي ما هي معروفه، او اخبار زائفه ممكن تكون بنتعرض ليها. هو تاكيدا بقى على كلام حضرتك، كان من قريب برضو في احصائيه بتقول ان اكتر دوله بتنتج شائعات الولايات المتحده الامريكيه على شبكات التواصل. نفس الدراسه اللي انا بتكلم عليها بالظبط. واحنا اكتر شعب بيستقبل ما شاء الله الشائعات بكل حب يعني، وياخدها بالحضن. فخلينا نقول يعني خلاص احنا قدام امر واقع، ودي احصائيه زي ما حضرتك ذكرتي بالظبط. اولا من شركه او مؤسسه عالميه للابحاث. بالظبط. يعني ده بيعكس اولا ايه عن طبيعه المجتمع المصري اللي هو بيستقبل الشائعات كده وياخدها بالحضن. لانه مثلا احنا ساعات نقعد نقول لك المدير ده ودني، يعني عارفه ازاي؟ في حد مالوش يقول لك ايه انا ما بعرفش اقرا، احب اتفرج يعني، او احب اسمع اكتر من القرايه. فده بيعكس ايه عن طبيعتنا او فطرتنا كمجتمع مصري؟ هو بيعكس ان احنا ناس برضو يعني فطرتنا زي ما انت بتقولي يمكن طيبين قوي، فبنسمع او بنقرا الحاجه بنصدقها بسرعه. ومحتاج ان احنا يكون عندنا وعي اكتر. لسه كنت بتقولي في البدايه احنا دخل علينا الموضوع بتاع السوشيال ميديا او اي حاجه جديده بتدخل علينا، احنا بس ما بيكونش عندنا الوعي الكافي ان احنا نتعامل معاها ازاي، صح نستفيد منها ازاي. صحيح. فالمشكله الاساسيه في موضوع الشائعات بتنتشر بسهوله، لان اي حاجه بشوفها في شخص كاتبها، وسيله اعلاميه كاتباها، انا باخدها على طول على ان الكلام ده مسلم بيه وصح. صحيح. لا، لازم بقى اخد طرق معينه، واعتقد الناس كل يوم والبرامج اللي زي برنامجك بقت بتعرف الناس اكتر. صحيح. نتعامل مع السوشيال ميديا ازاي. وعايزين نقول للناس ما تزهقوش، لان دي حاجه مستمره. لانه في بعض الشباب بيقول لك ايه انتوا هتعيشونا بقى في نظريه المؤامره، انتوا محسسنا ان يعني في مش عارفه، انتوا بتعملوا ضغط علينا علشان تلهونا عن يعني. خلي بالك انا بحكي لك الكلام اللي من الشارع اللي بيتقال. ف يعني يمكن مهمه برضو نوضح للناس انه المؤامرات كده كده هي طول عمرها موجوده، بس هي وسائل توصيل المؤامره اللي اتغيرت. يعني هي فكره المصالح السياسيه. صحيح. موجوده طول عمرها بين الدول، والحروب اذا جاز التعبير يعني متبادله طول الوقت، مش لازم تكون حرب عسكريه بادوات عسكريه، لا، الحرب النهارده اتطورت واتغيرت وبقى الاعلام هو العنصر الرئيسي، وطول عمره الاعلام عنصر رئيسي في اي حرب، والدعايات حتى اللي بتتعمل طول الوقت في الحروب دي عنصر رئيسي. صحيح. بس مع تطور الوسائل، زمان كانت وسائل الدعايه منشورات تتوزع، بعد كده بقت راديو، بعد كده بقت تلفزيون، النهارده بقت سوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقى عيبها الخطير في الموضوع ده ايه؟ ان احنا مش عارفين مين اللي بيكلمنا. صح. احنا كلنا افراد بنستخدمها، فما نعرفش اللي بينشر الحاجه دي هل عنده اهداف معينه عايز يوصلها، ولا راجل ولا ست ولا ده جاي من جهاز او بيشتغل في جهاز سيادي في حته ثانيه ولا بلد، ما تبقاش عارف مين ده جاي في مين. هي دي الفكره. ان ما عادش في مصدر واضح. صح. للمعلومه. فده بيخلي الموضوع اصعب ان احنا ناخد ثقه في الاخبار. يعني احسن حاجه ان احنا كاخبار ما نعتمدش على السوشيال ميديا كمصدر اخبار. طب نعمل ايه وفي الاخر احنا بنقول كده كده لا الشباب قاعد على السوشيال ميديا، الشباب تنصحيه بايه؟ يتعامل معاها ازاي علشان في الاخر ياخد الحقيقه؟ يعني مش انت عايز توصل للحقيقه؟ تبقى مطلع الخبر السليم، يتعامل ازاي؟ انا اقول حاجه انا بعملها شخصيا وحصلت معايا كتير، واكتشفت حاجات فيك يعني كتير بالطريقه دي او مزيفه. اول ما بشوف خبر وهيلفت نظري كده او انتباهي، ماشي افتح وادخل واقراه وكل حاجه، بس ابص مين المصدر.
هل دي حاجة قناة أنا أعرفها أو موقع كده كلنا عارفينه يعني، ولا حاجة من تحت بير السلم زي ما بيقولوا؟ هنلاقي ده كتير، وهنلاقي كمان إن أحيانا بياخد اسم قناة أو مؤسسة معينة ويقوم لازق فيها كده اسم تاني، يعني مثلا قناة تان قناة معروفة والأخبار بتاعتها معروفة، فيقوم كاتب مثلا ايه 10-1 يزود على الاسم كده اي اسم، او 10 نيوز مثلا. صح، فانت تفتكريها ان دي تبع، فانا افتكر ان دي قناه 10 ان انا عارفاها كويس جدا، بس ده هو زود عليها كلمه نيوز دي فعشان بس يضللني ان هي القناه. فانا اتاكد اول حاجه من المصدر ان الاسم بتاع القناه واللوجو وكل الحاجات دي مظبوطه او الجريده اللي انا بتابعها. الحاجة التانية بقى لو الخبر فعلا غريب، يعني احيانا بلاقي بنلاقي اخبار مش معقولة ان هي تكون حاصلة في الواقع، ازاي هجري وراها واصدقها؟ زي مثلا انه يجوا يقولوا انه مثلا انه الازهر الشريف قال، ده مثال شائع، الازهر الشريف قال ان الصيام مش فرض. هل دي حاجة منطقية؟ لا طبعا مش منطقي. مثلا او الصلاة مش فرض، ده مش منطقي. مش منطقي ان حاجه زي دي تطلع من الازهر او دار الافتاء. في اخبار زي كده الناس بتبدا تعملها وبعدين يبداوا يعملوها شير ويقول لك شوف بقى وبيغيروا الدين و صح. فلما الاقي خبر زي كده ببساطه بس اخده وعلى جوجل واعمل سيرش اشوف هل الخبر ده متكرر في اكتر من وسيله. كل ما بيتكرر في وسائل اكتر خلاص انا بتاكد ان دي حاجه ليها مصداقية. ومهم ان انا اتعب نفسي شوية وافتح المقالة اقراها، لانه احيانا العنوان بيبقى خداع. يعني طبعا خلينا نقول ان العنوان احد وسائل التسويق او الترويج. انا ببقى عايزه اشدك، بعمل لك حاجه زي تيزر كده اللي هو بعمل لك حاجه كاتشي، بس مش شرط ده يكون المحتوى. يعني انا بس عايزك تفتح المقالة او عايزك تبص على المقال. فهل مهم ان انا اعمل كليك؟ ده شور طبعا. لازم ادخل واشوف ايه المضمون اللي مكتوب جوه، لانه ممكن ده على طول يعني معروف العنوان ممكن يبقى حاجه والمضمون جوه حاجه ثانيه. صحيح. خلاص قلنا زائد ان اتاكد من المصدر واتاكد انه متكرر الخبر ده في اكتر من وسيله. فده معناه ان هو حاجه صادقه. الحاجه بقى كمان مهمه واللي سهل قوي تتكشف، الصور. الصور اللي بيبقى معمول لها فوتوشوب ساعات، ده مش ساعات، كتير حتى في الاشاعات دي، لانها بتبقى معموله من مصادر كده ساعات كتير اي كلام زي ما بيقولوا. الفوتوشوب بيبقى باين جدا، بيبقى باين ان هو حاجه مش صوره حقيقيه او مش معموله كويس. فبرضه للاسف حتى النهارده وانا شايف صوره، انا ممكن ابقى شايف فيديو، وبرضه الحاجات دي كلنا يعني اساتذه في الموضوع ده، معمول عليها فوتوشوب او الفيديو متفبرك فيه حاجات او متقطع منه حاجات. برضه الكوتس احيانا ممكن حد ياخد كوت اللي هي مقوله يعني على لسان حد من سياقها يطلعها فتظهر وكانها ليها معنى معين غير المعنى المقصود بيه. طبعا طبعا. لا وفي بقى احلى حاجه افيه شاهد قبل الحذف، اصلا بتدخلي بتلاقيش اي حاجه اصلا، يعني انت ما قلتش اي حاجه، يعني دي نصب خالص على الاخر. يعني على سيره الفيديوز، في ناس عندها هوس فيديوهات، يعني زي الفيديو مثلا احنا شايفينه مع بعض دلوقتي، لمجرد ان هو عايز يبقى انفلونسر او عايز يبقى ترند. يعني ده برضو احنا ابتلينا بموضه الانفلونسرز دي. فزي مثلا الفيديوهات اللي احنا بصي يعني احنا يعني لدرجه ان في ناس بتعرض حياتها الخطر، اللي يتخبط بعربيه واللي يتخبط ده في واحد هندي اتخبط بقطر مرة، اتخبط بقطر عشان عايز يعني ياخد سيلفي مع القطر. ما هو ده احنا بقى المفروض نفهم واحنا ليه بنستخدم سوشيال ميديا. ده لو احنا فهمناه كويس وكل واحد فينا قاعد مع نفسه هيكتشف انه ممكن يطور كتير من طريقه استخدامه. الناس غالبا بتستخدم السوشيال ميديا عشان هي عايزه تحس بمشاعر هي مش حاساها ممكن ساعات في الواقع. يعني عايزه احس باهتمام، عايزه احس باعجاب، عارفه ان الناس بقى بتخش تعمل لي لايك ولاف على الصوره بتاعتي. لا وان انا ليا اتباع، هو بصي ده الفيديو بتاع الهند. وعندي ده هو عايز ياخد الاهتمام. فحصل له الحادثه وربنا نجاه الحمد لله منها. انا استغربت ازاي ربنا نجاه بعد الخبطه دي. يا ساتر يعني فعلا. يعني اديني عمر وارميني البحر، ده حاجه يعني ازاي بيعملوا كده في ده كله علشان هو خلاص اتجنن بفكره انه عايز يحس بان في ناس معجبين بيه وعايز يحقق ذاته. وانا عايزه برضو للشباب، ده مرض نفسي برضو يا دكتور. ده حاجه ده لازم يتعالج فعلا. يعني انتوا لسه هتتكلموا كمان في الصحه النفسيه بعد كده، يعني ما الواحد حتى بس الفكره كمان، ما هو انا لازم اعالج نفسي من حاجه زي دي. في دلوقتي حاجه هقول لك طالعه جدا معروفه بقت بندرسها كلها في السوشيال ميديا اسمها فومو،
fear of missing out، اتقالت كذا مره، الخوف من فوات الشيء. صحيح، يعني ان انا طول الوقت احنا كلنا الموبايل بقى لازق في ايدنا كانه مرض. صح، انا خايف ان انا اسيبه، عارفه وانا رايح في اي حته. واتعمل عليه فيلم في منتدى شباب العالم، كان اول عرض ليه اللي فات بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 2018، واتعرض تاني في النسخه الاخيره للمؤتمر الوطني. اتكلموا تاني على ظاهره الفومو وعرضوا الفيلم. فدي برضو حاجه، خلينا نقول ان الفومو دي كانت موجوده اوريدي عندنا من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، اللي هو الشخص الحشري اللي مناخيره كبيره، اللي هو يقعد ايه هو ده مين، يعني يدخل مؤسسه مثلا يسال على اللي يخصه ولا ما يخصوش، يسال عن اخبار الموظفين زمايله، ما هو ده برضه فومو، هو عنده فير اوف ميسنج اوت، بس كانت لسه الطريقه بدائيه. فهي اعتقد هو اوريدي المرض موجود والتكنولوجي زودتها اكتر. طبعا بقت اسهل وبقت اسرع، فدي برضو نتعامل فيها ازاي الفومو اللي بتدرسوه دلوقتي؟ لازم لما الاقي نفسي ان انا عندي الحاجه دي اعترف اولا. احنا ما بنعترفش، ده اخطر حاجه ان انا ما اعترفش بالمشكله. المشكله امتى احس ان انا طبيعي وامتى عندي مشكله في موضوع السوشيال ميديا؟ لو انا خلاص مش قادر فعلا اسيب الموبايل من ايدي. انا عايزه اقول لك حاجه، طيب انا نفسي حصلت لي، لقيت نفسي في فتره من الفترات فعلا انا مش قادره اسيب الموبايل من ايدي، ياكل وقتي طول الوقت، طول الوقت حتى وانا سايقه عايزه امسكه، ده خطر جدا طبعا، حتى وانا في اي مكان مش عارفه ايه طول الوقت احنا ماسكين التليفون. فخلاص اعرف ان دي مشكله. طب حد يقول لك طب وايه هتعملي ايه؟ هتاكل وقتك، مستحيل تكون منتج بالشكل ده. صحيح. وعلى فكرة دي حاجة بيشتكوا منها في كل دول العالم، وفي أمريكا وفي فرنسا، في كل دول العالم. والموظف اللي في الشركة كبيرة قوي ولابس بدلة شيك قوي فتح الفيسبوك على المكتب، يعني هو المنظر يبان ان هو اكزيكتيف قوي، عارفة قاعد كده على الشاشة. انا شغال يا جماعة. اللي هو تيجي تبصي وراه تلاقي فيسبوك اوكي. والوقت يعني واحد يخش عليه بابا انا بذاكر يا بابا، بس يعني بطلع الحاجات من على الانترنت دلوقتي تكنولوجي. بس هي دي الفكرة، هتكتشف ان انت انتاجك قليل جدا. صحيح. جازك مفيش، صفر طول الوقت. واهم سنوات عمرك ولياقتك الذهنيه انت ما ركزتش في انك تستفيد بعلم. بالزبط. انت قاعد كمان بتبص على حياه ناس تانية، وده بقى بيأثر على حاجه مهمه جدا وهي طريقه تقديري او تقييمي لذاتي. يعني صحيح. زي ما بيقولوا مفيش حد بيحط خيبته على الفيسبوك من الاخر. صحيح. خلاص كل الناس مرض المقارنه بالاخرين. صحيح. انا احلى ولا هي احلى؟ طب هي جايبه ده منين؟ الفستان ده منين؟ تحس الناس دي بقى جميله ومبسوطين بيحبوا بعض وحياتهم حلوه وكلها نجاحات، مفيش حد بيكتب عن خيبته. نعمل التوازن ده ازاي بقى؟ اللي هو توازن ان انا برضو عايزه اتابع، ابقى متابع الاخبار اول باول، ما ابقاش متغيب عن الاحداث اللي بتحصل حواليا سواء في العالم او في بلدي او في الوطن العربي، وفي نفس الوقت ما اوصلش للمرحله دي ان انا ابقى باذي نفسي ويجي لي امراض نفسيه وامراض مقارنات وعمري بيضيع وما ببقاش منتج، شخص غير منتج. اول حاجه لازم في فتره كده اقف مع نفسي وابدا ان انا اوقف الاستخدام فتره، ده اول حاجه، يعني عشان ابدا تاني ارجع لحياتي الطبيعيه واقيمها كمان. انا بعمل ايه في يومي، بعمل ايه في حياتي وهكذا. وبعد كده لما ارجع تاني اولا هتحس بفرق، وهتحس ان انت قادر تعيش، مش قادر تعيش من غير الحاجه دي. بعد كده تبدا بقى ان انت ترجع تستخدم تاني، بس حدد بس لنفسك الاوقات، يعني يبقى واخد بالك من وقت. انا قاعد دلوقتي مده قد ايه، ساعه، نص ساعه، طب انا ورايا ايه في يومي وهكذا. هتحس انك تحررت نسبيا من الموضوع ده، وهتلاقي بقى فوائد كتير. تلاقي انك بدات تشوف اهلك اكتر، تتكلم مع اسرتك في البيت اكتر وهكذا. هتلاقي الحياه الاجتماعيه رجعت تاني الحقيقيه لحياتك بعد ما كان الموبايل اخدها منك طول الوقت. ده كانه حاجه بتسرقك، بتسرق وقتك وبتسرق انتاجك وبتسرق مجهودك طول الوقت. صحيح. وبتوهمك ان انت بتنجز وانت بتنجزش حاجه اصلا. انت واحد قاعد مكانك عمال بتشغل، قاعد تتفرج على حياه الاخرين، على حياه الاخرين. انت قاعد متفرد كده. طبعا انا عايزه استفيد بخبره حضرتك وبمركز حضرتك لانك مدرس مساعد بكليه الاعلام، انت تخصصك بقى كليه الاعلام. احنا الاعلام لما بدانا نشتغل كنا يعني بدايه بقى القنوات المتخصصه والفضائيه لكن دلوقتي الدنيا بقت مفتوحه، بقى في حاجه اسمها اعلام موازي السوشيال ميديا واحنا بنتكلم عليها. احنا انت بوجهه نظرك ايه، احنا بنسبه كام في الميه كاعلام بشكل عام، قنوات فضائيه، مواقع الكترونيه، قادرين نواكب الموجه اللي دخلت بسرعه رهيبه قوي دي اللي اسمها السوشيال ميديا؟ طيب. لان اكيد احنا مش هينفع نستخدم نفس الادوات ونتوقع نتائج مختلفه. دي حقيقه. دي حقيقه. انا شايفه ان الامور اتطورت، عشان برضو احس ان في ظلم زايد جدا على الاعلام طول الوقت. الناس احنا برضو فينا عيب جدا، ما بنحاولش نشوف الامور بموضوعيه، يعني ايه اللي حصل يا جماعه، فرقنا عن السنين فاتت ولا لا؟ فانا شايفه ان احنا
لو بنتكلم في 2011 كان برضو السوشيال ميديا دي لسه حاجه جديده علينا النهارده، والنهارده لا اداء الاعلام مختلف. مختلف. في اختلاف في اداء الاعلام في والناس. يعني في تطور. انا شايفه ان في تطور في اداء الاعلام والناس. الاعلام والناس بقوا واخدين بالهم اكتر، فاهمين ايه اللي بيحصل حوالينا اكتر، واعيين اكتر، فمش بسهوله بننساق ورا الحاجات. حتى يعني اعلاميين كتير دلوقتي، على الرغم من ان السوشيال ميديا مصدر من مصادر المعلومه بالنسبه للاعلامي، ده اكيد ما ينفعش الاعلامي يقعد منفصل عن اللي بيحصل على السوشيال ميديا، بس وهما بينقلوا من وسائل التواصل الاجتماعي واخد بالي شويه ان انا بقول يا جماعه الكلام ده بيتقال على السوشيال ميديا، طب تعالوا نكلم المسؤول نتاكد منه. بقى في تحقق بقى، غير ان انا كنت اجيب واحد من الشارع ناشط سياسي يقعد يا ابني اتكلم وادي له صوت كان في يعني كان في فوضى رهيبه. على الاقل بقينا بنشوف انه في فلتره وفي تحقق من المعلومه. لما بيشوفوا حاجه على السوشيال ميديا الاعلاميين بقوا بيتحققوا منها. بس هي الفكره ان السوشيال ميديا عشان سريعه قوي، صح قوي، فبرضو احنا لسه في الاعلام مش قادرين نبقى بنفس السرعه على نفس الموجه السريعه بتاعت السوشيال ميديا دي. احنا محتاجين في الاعلام ان احنا نبقى اسرع، نتكلم بلغه، بنتكلم على الاعلام عموما بقى، يعني في برامج طبعا بتتكلم بلغه الشباب، نتكلم بلغه الشباب اكتر باهتماماتهم بطريقتهم زي ما السوشيال ميديا بتعمل، علشان ما نسيبش ودنهم تروح في حته تانيه زي ما بيقولوا. تفتكري هنقدر؟ افتكر انها هنقدر. هنقدر ان شاء الله. ده اكيد ان شاء الله. خلينا دايما نختم بقى الفقره بحاجه ايجابيه، وان شاء الله هنقدر شويه وقت وهنقدر وهنعدي كمان. بشكرك شكرا جزيلا، واستفدت منك كتير جدا. دكتور الاء فوزي المدرس المساعد بكليه الاعلام جامعه القاهره، ونورتين. ميرسي، شكرا ليكي. صباح الورد عليكي. ومشاهدينا هنسيبكم بقى مع فاصل ونرجع علشان نتكلم ايه قصه اليوم العالمي للصحه النفسيه، وهرجع لكم بعد الفاصل. من جديد، والنهارده احنا بنشهد اليوم العالمي للصحه النفسيه، واكيد الهدف من هذا اليوم هو التوعيه باهميه الصحه النفسيه، وطبعا الطرق الامثل للتعامل مع الامراض النفسيه، لان زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، العقل فهو القلب وهو الفكر، وده اللي اهم، لان هو ده الدينامو اللي بيخرج بقى كل حاجه، بيخرج كل الاعمال سواء كانت اعمال جيده او اعمال سيئه. احنا بنعرف اكتر كمان عن اشهر الامراض النفسيه، ايه اضرارها، طرق التعافي منها، واكيد مش هننسى الامراض النفسيه اللي اتسببت فيها السوشيال ميديا بشكل او باخر، وسوء تصرفنا او تعاملنا مع السوشيال ميديا. لكن خلينا بقى نتكلم كمان اكتر انه المرض النفسي ليس وصمه عار، ومش حاجه تتكسف منها ابدا، ومش معناها ان انت حد يعني خطر على الامن العام او خطر ان حد يتعامل معاك. احنا طبعا ضيفتنا اللي منورانا في الفقره واللي هنستفيد اكيد منها هي دكتور منى الرخاوي، استاذ الطب النفسي بالقصر العيني ورئيس الجمعيه المصريه للعلاجات الجماعيه والعمل الجماعي في مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. أهلاً. صباحك صباح الورد. اهلا، صباح الورد. في البدايه، اهميه ان يكون في يوم عالمي للصحه النفسيه من وجهه نظرك ايه؟ الحقيقه اهميه العالميه الشمول، ان انا بتكلم على حاجه تبقى مش في مكان، لا انا ببص بصه كبيره جدا، عالميه يعني انسانيه، فانا بتكلم على الانسانيه، فدي اول شق في الاهميه، ان انا بتكلم بمعنى شامل يشمل كل حاجه. الصحه النفسيه بقى، الصحة النفسية تعبت معانا كتير قوي عبر العصور. بحقيقي المرض النفسي كمريض نفسي قاسى كتير قوي 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 قوي، ما تشافش وإلى آخره، من حمل شاله يستاهل إن احنا نسلط عليه. ده شق اللي هو المرض النفسي. الصحة النفسية بقى بتاعت من لم يمر بخبرة المرض النفسي، دي قصة تانية مستاهلة مننا كلنا ان احنا نشتغل عليها مع نفسنا ومع بعضنا ومع يعني أولي الأمر منا، أهل الخبرة منا، بحيث ان احنا نبقى نشتغل على نظام وقائي أكتر منه حصل مرض وأبتدي أعالج وأبتدي أمنع مضاعفات إلى آخره. معلومة بيتم تداولها ولو هي غلط حضرتك ممكن تصححيها لي، إن احنا كلنا مرضى نفسيين بشكل أو بآخر، ولكن بتختلف النسب، هل دي معلومة صحيحة أو مقولة صحيحة؟ هي بنستخدمها أوقات في العلاج، بس هي الحقيقة المريض النفسي كمرض في مؤشرات، إن أنا ما أقدرش مثلا أروح شغلي، إن أنا أبقى تعبان أوي، أبقى بأعاني من حاجة
مش قادر اعاني اكتر من كده. حاجه في حياتي معاناه، ان انا حياتي الاجتماعيه حصل فيها دروب جامد، وقعت جامد، ابتديت انعزل عن الناس، ابتديت اقول حاجات مش صح قوي واقعيا، افكاري تشطح شويه، ما تبقاش اللي هي الفكر المتسلسل المترتب الى اخره. فمش عايزه اقول، عايزه اقول كلنا اصحاب مرض، من منطلق ان كلنا عرضه ان احنا يجيلنا بعض الاعراض الطفيفه للامراض، والاعراض اللي ممكن حتى تكون جامده. بس احنا بقى الصحه النفسيه بشتغل على ايه؟ على ان انا اقوي عضلاتي، اعرف ان انا لما امر بازمه ان انا اعرف اتعامل، ان انا اعرف اعديها، ان انا عضلاتي الذهنيه والوجدانيه، عضلات الحياه، عضلات الحياه، صحيح. ان انا اعرف ما اقعش قوي، وفي ازمات تبقى جامده علينا كلنا وبنقع، صحيح. ان انا اعرف لما اقع ان انا اعرف ان انا هقوم هكمل، صحيح. فمش عايزه وما اجلدش ذاتي وانا واقع، يعني اعرف ان عادي اخد فترتي وادي جسمي وقته وادي نفسيتي وقتها تتعافى. بالظبط بالظبط، لان اوقات فكره تكت جلد الذات دي لوحدها توقعني في المرض النفسي. من اجلد ذاتي طبعا بمعنى ان انا يعني الوم نفسي واصحح من نفسي وطول الوقت ابقى ببني ابقى بعدي. فهي دي الفكره، في انه المرض كلنا اصحاب معاناه وتحديات، ولكن لو صنفنا مرض بيبقى ليه تصنيفات بقى علميه وقصه ثانيه. يمكن يعني كان توني روبنز اللي انتحر من الدبريشن وخلق نفسه، الدبريشن الاكتئاب وهو بيطلق عليه السايلنت كيلر او القاتل الصامت، مدى خطوره الانتحار اللي هو الدبريشن الاكتئاب اللي بيؤدي للانتحار؟ ويمكن فخامه الرئيس كمان كان اطلق كده مصطلح اسمه الانتحار الجماعي. يعني ممكن في احداث حصلت اللي اتنفذت بشكل ده انتحار جماعي. فموضوع قصه الانتحار وعلاقتها بالصحه النفسيه، الحقيقه الانتحار يعني هو قصه مرتبطه بال يعني قصه قويه مرتبطه بالاكتئاب ومرتبطه بامراض تانية في المرض النفسي. احنا ربنا عفوا روبن ويليامز، عشان انا قلت الاسم غلط، الممثل روبن ويليامز، اتفضلي نتكلم على الانتحار. وبمناسبة الممثلين والإبداع والانتحار، وإن أنا أبقى يعني كتير من الأشخاص على فكرة برضو في ارتباط، همشي في حتة تانية، في ارتباط بين المرض النفسي والإبداع، فكتير يعني والاكتئاب والحتة التانية الوجه الآخر من الاكتئاب اللي هو بيبقى الهوس، اللي هو بيبقى الواحد من كتر الاكتئاب بيبقى المشاعر عنده بتبقى العكس، وبيبقى الدنيا المشاعر عالية جدا إلى آخره. فالانتحار مرتبط بالاكتئاب بس مرتبط بحاجات تانية كتير. احنا محظوظين ان احنا محميين دينيا، ان عندنا هذا الرادع اللي بيخلينا يعني في وقاية من هذا التصرف. انتحار الجماعي بقى الحقيقة في بقى جماعي هادف وفي جماعي تأثير المجموعة على بعض. فأنا أشكرك برضو على أن احنا سلطنا الضوء على فكرة تأثير المجموعة على بعض. أنا ممكن أنتحر جماعيا زي ما بنشوف الحاجات العمليات الإرهابية والمآسي اللي احنا بنشوفها، أنا بنتحر وبموت اللي حواليا والشلة اللي بتقعد تتعاطى مخدرات، ما هو ده انتحار جماعي، أنت قاعد بتموت نفسك أنت واللي معاك. هي دي أنا رأيي أن دي مفتاح مفتاح الصحة النفسية، مفتاح الحياة، مفتاح الحضارة، مفتاح البناء، هي أن أنا أركز إزاي الناس دول أثروا مع بعض بهذه السلبية. طب ما اللي أثر بينا سلبي إن أثر إيجابي، ما أنا نفس اللي قدر بهذه القوة يجمع بعض الناس إن هم يعني يموتوا الحياة، طب ما يا جماعة يلا بينا بقى ما نديها ناحية تانية. دور الجروب ثيرابي، يعني حضرتك ده تخصصك اللي هو العلاج الجماعي، الجروب ثيرابي شويه يعني مش في مصر، في مصر مش دارج، يعني مش دارج قوي، ولكن هو في الغرب شفناه كتير في الافلام بتاعت هوليوود. ايه اهميه الجروب ثيرابي؟ بس عايزه اصلح معلومه برضو، ان في مصر ابتدى يبقى الحمد لله رب العالمين يبقى يعني عليه ضوء جامد وحلو ومهم بقى، وان مصر عالميا دلوقتي ابتدت الناس تبص لها انه ايه ده، لان احنا عندنا ممارسه جروب ثيرابي من سنه حاجه و60 بس بمنهجيه بتاعت دكتور يحيى رخاوي ودكتور محمد شعلان. طب هايل، رحمه الله عليه. فبالتالي احنا عندنا تاريخ كان في الضلمه، ابتدينا نحط عليه ضوء، وابتدت مصر، لو كلنا شايفين ان في المجموعات كتيره بتحصل في مصر الى حد كبير، ما كناش كده قبل كده. ايه الاختلاف ما بينها وما بين 1 تو 1، يعني اللي هو الشكل التقليدي ان انا قاعد قدامك وبحكي لك؟ او في عوامل كتير قوي بقى. في حاجه بنسميها
المجموعه، الرابطه بين المجموعه، انا باخد دعمي برابطتي مع المجموعه. في عوامل كتير، في ممكن انا في المجموعه في بعرف ان انا عندي مشكله وحضرتك عندك نفس المشكله وغيري عنده مشكله تانية وكلنا بنجتمع ان في مشكله. مش معناها ان احنا على فكره في ده شرط ان احنا نشارك بمشاكلنا، لا، احنا بنحترم ان انا ممكن احضر في المجموعه وما اشاركش بالمشكله بتاعتي ابدا. في ان انا تنفيذ، انا ممكن ابقى فيها التنفيذ والمشاركه في التنفيذ مع الاخر. بس في حد ممكن يبقى مش حابب يقعد في وسط مجموعه، صح؟ مش مرتاح يعني، حقه. صح؟ طبعا. يعني احنا نقدر نقول ان في ناس عندها قابليه لده وفي ناس ما عندهاش، ودي بتبقى فروق فرديه. بالظبط. مش معناها حاجه صح او غلط. نهائي نهائي، حقه حقه خالص. يعني انا اجي لك كدكتور مثلا اقول لك لا انا عايزه معلش السيشن 1 تو 1، ما تقعدينيش مع حد ومش عايزه اتعرف على حد. حق كل واحد ان هو يحط لنفسه حدوده والمسافه بينه وبين الاخر. وممكن على فكره كتير من الاشخاص اللي بيخشوا في جروب ويفضلوا صامتين ولا يشاركوا كمان، ممكن ابقى في الجروب ومش عايزه اشارك. حضرتك قلتي ده. بالظبط. فبالتالي ممكن استفيد جدا وطول الوقت ابقى صامت. وطول الوقت ابقى صامت، مفيش مشكله. في خلال خبره حضرتك في علاج بقى يعني في مجال الصحه النفسيه، احنا بنتكلم بقى دلوقتي على حاجه جديده كده ظهرت في العالم كله ويمكن في مصر او في الوطن العربي مستجده علينا شويه، شبكات التواصل الاجتماعي من 2008 مرورا بقى بالظرف السياسي اللي كان في المنطقه العربيه كلها واللي طبعا مصر برده مرت بيه، بس الحمد لله عدت بسلام. يعني في امراض نفسيه كتير طلعت ولازم نعترف بده، وخصوصا يمكن ابرزها احنا حتى بنحسها بينا وبين نفسنا كده المقارنه بالاخرين، انك طول الوقت بتتفرجي على صور ناس وفيديوهات ناس وخروجات ناس ومش عارفه عدد فولورز، ولدرجه انه مش عارفه في طفل قالوا موت نفسه لما لقى ما حدش بيعمل له لايك على اللي هو بيكتبه. الامراض النفسيه اللي نتجت عن الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، ايه ابرزها والتعامل معاها ازاي؟ يعني ده مهم قوي. من اول العلاقات المضطربه لغايه العزله تماما عن الحياه الاجتماعيه ولغايه الوسوسه، الوسواس ان انا افضل ابص وافضل الاقي حاجه وافضل اسعى لحاجه احسن منها وافضل بقى اتحبس في افكاري دي وابعد تماما عن الاخر. العلاقات الاجتماعيه عبر قنوات السوشيال ميديا او العلاقات الاجتماعيه اللي بيفتقدها الشخص وبينعزل الابن ولا البنت ولا الزوج ولا الزوجه في حياه ثانيه خالص، بتبقى ما بيبقاش قاعدين مع بعض كده، احنا قاعدين والولاد قاعدين ماسكين الموبايلات بتاعتهم وكل الاطعاد دي بتخلي كل واحد بقى عنده مشكلته، نقطه ضعفه تطلع، لان انا وحيد، لان انا حياتي بقت فيرتوال، بقت خياليه، انا ربيت حياه صناعيه. والصناعه زي ما انا سمعت في الفقره اللي فاتت قد ايه بتبقى متاثره بمن يضع المعلومه. من يضع المعلومه ممكن يبقى جوه وممكن يبقى بره، فاذا انا ما بقتش مش انا اللي سايق، احنا يعني مقادين، فبيبقى اولادنا مقادين. هي الخطوره ان انا ببقى متساق ومقتنع ان انا اللي سايق، يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسوقك. بالزبط. مش انت اللي سايقه زي ما انت متخيل. بالظبط. ودي بالزبط. حاجه في منتهى الخطوره. ويمكن كان في برضو اختيار اجباري، ده مسلسل اتكلم في القصه دي، عايز يقولك ان ما دام الخدمه مجانيه يبقى انت السلعه، يعني لان أيوة. هو مش حاجه مجاني. مفيش حاجه مجاني، مفيش حاجه مجاني. فنتعامل ازاي؟ ما هو ده امر واقع وكلنا في ايدينا الموبايلز والابلكيشنز في ثانيه وكل حاجه بتوصل لك يعني ات يور فينجر تيبس في اطراف اصابعك وانت قاعد. نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل بكل الوسائل. احنا بنتكلم على العمليه العالميه والشموليه، من اول ايه اللي بيوصل ابني فيه حاجات مختلفه. ما انا ممكن الادوات دي كلها نتواصل بيها بطريقه حلوه كده نستفيد كلنا، ممكن 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 اوصل عن طريق ده استغل ده، فانا لازم احط بذره في الارسال. كويس. البذره الثانيه ان انا ابني بقى المجتمع اللي ما هو فيه اللي قاعد ده، في حواليه اشخاص وحواليه بيئه، فانا لازم ابني في البيئه بحيث ان انا احتياجي لهذا الشيء يبقى متوظف في سياق اوسع. على مستوى الشخص، افرض حد مثلا دخل ولقى نفسه يعني السجادة بتتسحب من تحت ايده، لازم اخلي بالي انا بدي وقت قد ايه. عايزين بقى نصحصح، انا بدي قد ايه؟ المفروض ادي ساعتين ثلاث ساعات يوميا كفاية.
ما بقاش كميه مش هنقول هنقطع خالص. ومن باب ان انت بتشوف الدنيا بيحصل فيها ايه وخلاص، يعني ما تنغمسش قوي وتتفاعل قوي. حلو، بشوف وبتواصل برضو اتس اوكي، بس ما تاخدش ما تغلبش على الحياه الطبيعيه. احنا بشر صح. ومحتاجين للحياه العاديه اللي فيها لحم ودم وارض وسماء وهواء وربنا سبحانه وتعالى. على ذكر الطبيعه بقى، هل حضرتك بتنصحي ان الناس تبتدي تتواصل مع الطبيعه؟ اقعد في مكان فيه خضره، ارمي الموبايل من ايدي وانا قاعد وحواليا خضره، بشم هواء نظيف اللي هو الاوبن اير، يعني اخرج اقعد في مكان فيه ده لازم بحر، فيه صحراء، فيه الحقيقه. يعني انا بنصح، وكل العلم بينصح والخبره بتنصح، ولو اي حد سال بحقيقي ده لازم، ده اساسي. الحياه الطبيعيه، الهواء، الناس اللي العلاقات. على الاقل كل قد ايه اعمل الخروجه دي او اتواصل مع الطبيعه، لان بحكم الحياه والمكاتب المقفوله والعربيات والبيوت مش دايما بيبقى في وقت متاح، بس يعني كل قد ايه على الاقل؟ على الاقل مره في الاسبوع. مره في الاسبوع على الاقل. مره في الاسبوع يا جماعه ناخد بالنا من نفسنا ومن الحياه الطبيعيه ومن الطبيعه، يعني لازم ادي لنفسي حقها، لازم اخلي بالي ان انا ما تخطفش، انا ابقى سايق. انا بقول دايما احنا ان نبقى سايقين، وحتى اولادنا برضو، احنا كمان اولادنا لما يكونوا هم عند المخطوفين احاول ان انا اجيبه واخليه هو كمان يسوق. صحيح، يعني احنا لازم ننتبه ان احنا قادرين. يعني ايه؟ يعني اخده واروح بيه في حته طبيعيه، اخده واخد صحابه ونعمل حاجه. ما هو ايه اللي بيشدني؟ حاجه فيها حاجه جديده. طب ما اخترع، ابتدي القوة الإبداعية اللي عند ابني اللي عندي، طب ما اطلعها، طب ما اروح الطبيعة دي وابقى بسمع موسيقى لطيفة، طب ما اشارك في ده، طب ما ألف، طب ما اطلع. يعني الطبيعة بتدي حاجات، مفاتيح للإبداع اللي عند كل واحد، طب ما يطلعه. يعني في احنا المناطق اللي مش متنورة عايزة تاخد حقها، والمناطق المتنورة عايزة اللي هي السوشيال ميديا عايزة تتنظم، مش عايزين نبيدها، عايزين ننظمها. المناطق اللي احنا مش مدينها حقها زي الابداع، زي القعده مع بعض، زي اخلي بالي من نفسي، زي المشاريع اللي ممكن تفيدني وتفيد الاخرين، كل الحاجات دي بتحمينا من ان احنا نقع وبتقدمنا لقدام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منى الرخاوي، استاذه الطب النفسي بالقصر العيني ورئيس الجمعيه المصريه للعلاجات الجمعيه والعمل الجماعي في مصر. بشكرك شكرا جزيلا، واستفدنا منك كتير، واعتقد انه يعني خير ختام للحلقه يا جماعه، او ببساطه شديده هي كلمه واحده: عيشوا. خلقنا لنعيش، مش خلقنا ان احنا نتحبس في اوض وفي اجهزه الكترونيه. خد اجازه، اخرج. الحاجات اللي كنا بنعملها زمان، بنروح النادي، بنقعد في وسط الخضره، مش لازم تلعب رياضه، حتى اقعد كده شم هواء، اتمشى في التراك شويه، انزل عوم، العب تنس، اي رياضه، اعمل اي حاجه بدنيه مختلفه، واحتك بالطبيعه وبالخضره اللي خلقها ربنا. ونسيب شويه الاجهزه دي، مش هتطير على فكره، موجوده، ولو سبتها كام يوم ورجعت هتلاقي نفس الاخبار بتتقال تاني، مفيش مشكله خالص، مفيش حاجه هتفوتك. بشكركم شكرا جزيلا، ويك اند سعيده، واعتقد ان دي دعوه مناسبه قوي ان احنا نبتدي نفكر في الويك اند نقضيها بشكل صحي اكتر علشان صحتنا النفسيه. بشكركم، صباحكم صباح الورد، وان شاء الله يوم السبت يتجدد اللقاء على شاشه قناه تاني.